أنا نظن الحق الوقت لتقييم 8 سنوات من الاحتراف، نقدر نقولوا بصيغة هذه اللي كانت، لكن نقدروا نعملوا الاحتراف اللي رانا فيه اليوم ونعاود نرجع لأول صيغة اللي هي لا ريفورم سبورتيف، يعني اللي كانت عندنا في السبعينات، أو نقدر نقولوا كانت يعني صيغة من الاحتراف اللي كانت ناجحة. وين كنت عندنا احنا انذاك كانت عندنا نظره كجزائري نظره استباقيه واستشرافيه. نظن الاحتراف اللي كان عندنا في السبعينات كنا استبقنا حتى دول كبيره ومتقدمه جدا في الرياضه.